يا سليمة. يا دي اه شبيك انت اصلا دايا يا راكي طارشي هذاك في الخلاوي اي راكده صاحبي قدي هايدي شنو رورو كش مسحقتي ريما حنو انت نلقى عندك شوشو مولاي بيتي قالي بالك تخرجي هكدايا مش عارك بالطلق دوك نجيب لك شوشو اسمعي سا سابيل ريفينير هاني تشاو صحه ايه سعدي فرحي هذا وين تنوضي يا واش اللي لهيه خمرتي يا راضيه من الصباح يتعيط لك نعيط الطارش بالحجر سمعت انا اللي ما حبيتش نحل بزاف ابن عمي بزاف سلفت لها قاعد وزنت على الحفافه وحتى حاجه ما رجعتها انا تسلاف نحيتو من الاجندا ديالي عليه مسكينه المغبونه عليه وانا والله غير سليمه غير تغيظني وزيد هذاك راجلها وجه الميزيريه هذاك ميزرها قال لك والله انا كيما سمعت قال لك الصاليه مسكينين حيل انا قالوا لك عليا انا يا لا فاطمه وشكون هذه ثاني لا فاطمه هذه وانا على بالي انا شكون هذه لا فاطمه واحد انسان كيمد بزاف حوايج يقولوا عليه لا فاطمه اه دوك هذا وين فهمت بنيتي على هذيك ما تصرحي لوالو لا للقرايه لا للزواج انا نروح نرقد خير كان عندي كليونت تجيني على 10 شعرها مكرفس ومعول نسلك هولها ونسلس هولها حاجه ماشي غاليه كيما كيغاتي ولا ما ايه روحي برك انا اللي تفهمي فيا روحي روحي يا بنيتي روحي ترقدي على روحك روح صافي الله يعطيك تغدني غير لابلونت تاعها هذيك يبسط وين راح ماشي قلت لك ما تنوضش من الطابله حتى تكمل لاسيات ديالك بصح انا نحب السلق ماما كيفاش ما تحبش السلق وبوبي شفتو كيفاش صحيح هو يحب السلق وانت لازم تاكل سلق باش تكبر تولي راجل وتدافع عليا انا واختك سينو شوف والله نحي لك المصروف تاع السمانه ونربطك هنا في البالكون اسمعي يا مرا واش بيك تعيطي هكا على وليدك بشويه حنانه شوفي انت يا ما تهدريش كاع معايا دوك دوك نحبك ترجعي لي شوشو تاعي يسحقوا العشيه اه يا بنتي برك من العياط خلينا نقعدوا طرنكي هذا على جات شوشو كنت انا مقطعه راح تهب لي المراه لا لا خالتي طبيعي عندها الحق هادي باسكو يتصرى لك معاها كي الفخه الا دات الحاجه والله ما ترجعها هيا خلاص شويه قدر ادخلي انت تلهي بولادك شويه ولا صحه خالتي ضاويه ايه هات الهي بولادك صحه عايشي في البالكوات وانت عندك لا كليونت تاعك هذيك اللي راهي لداخل تستنى فيه هي عندها ربع شعرات روحي حرقيهم لها وتهني يعطيك الصحه يا خالتي ضاويه شتي الحقارين هذوما اللي عندهم الشفقه لا شوفي يا بنيتي واحد ما يحقرك اللي يحقرك انا هنا عيطي لي وخاطيك يعطيك الصحة خالتي داوية حقروك أما خالتي داوية نلقى عندك ساك قديم معليش وشنو يبان جديد كامل بس ساكي على بالك ولا غير مبهدل مشرف دق كامل هاي سارة اللي ما نحبهاش أنا يعني. شوفي يا بنيتي أنا عمري لا عندي ساك وعمري لا شريت ساك شتك ديك الخطرة كي رحتي تشري عند الحاجة كان عندك ساك واحد ساك يهبل أيوة ما عنديش بنيتي وما نمتش شتي وش قلت لك انت بعد ما دخلك راك خلع دخل وشنو هذا رميتو الماء قلنا معليش نورمال بصح القهوه ماشي شوفوا يا شواطن ولو كان نحكمكم نربطكم من رجليكم ونقيسكم من البالكون واش هذا الكلام يا مرام ما تحشبيش ما علموش باللي عيب المرأة ترفع صوتها في البالكون وانتي شكون انتي يا خرجة البالكون بدا يتعيطي وحنا ما نعيطوش تي وجهك حاسبة راحتك انتي شكون مقرونة ماشي كي ولادي عاقلين تقدري تعيطي عليهم اوكي على هاد الشوفة هاد الولد يخدم من تحت لتحت وعلى حساب الشوفة اللي يجي يهدر في هاد الباتيمون خالتي انا قادرك بصح قالك لي دخل روحه في ما لا يعنيه يسمع ما لا يرضيه كي شاس لي كاي سا فو دير سم لا باغاي لو كان يسمع فيكتور هيغو يبدل لا ناسيوناليتي ديالو اسمعوا نتوما دوك واش ما تحشموش جايين في لي بالكون تشاطيو دوك واحد ما يقعد في دارو ترونكيل احشموا شويه اختي مزيه كاينه مرا مليحه في هذا الباتيمون يا خالتي زليخه راكي هنا واش راكي خيسلمك انت يا واش راكي يا عايشك يطول عمرك والله غير البارح برك راضيه قالت لي جايه زليخه تزورنا اليوم ايه وهذيك تشد فمها ما تشدش فمها تزرع كلش بيان الاخرى عايشه غير بالتسلام واش قلتي شنو
انا عين نهضر عليك وغير في الخير. تعرفين نقول هاد الماش حل ملايك تخفف والله. خالتي وراضيه وين راهي؟ هاي تعلم طيب خي ما تقعد تضيع وقتها في البالكون. ايه والله غير عندك الحق اللي زليخه راضيه والله ما تخرجش، لو كان ما نعيطولهاش والله ما تخرج البالكون. لا لا هي طفيله ما شاء الله مش كيما خرين. الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك. هي عايشك طول العمر. يما قولي لي البطاطا قبل الزيت ولا الزيت قبل البطاطا؟ ايه انا قلت لوليدي روح خد بنت عمك ما حبش ياخذ رايي. ادخلي ادخلي الكوزين ادخلي غاولي غاولي هادي ادخلي. انا جايه يما يوم ما يشغل هي تسقلي البطاطا دعيه. اوكي شو 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 تعاوني بيوم راحت شغالات حقا. وين كنا؟ راضيه راكي هنا راكي تخدمي اليوم ولا واش؟ صباح الخير يا خالتي داوية. صباح الخير. والله ما رحت يا خالتي داوية قلت لهم أني مريضة. خير والله خير اقعدي ارتحي شوية بنيتي هي هكذا تاني وتلهي شوية براجلك المخلوق هذاك والله غير غيرت. واش راح تعجوزتي جيتي انتي؟ واش حبيبتي ما عجوزتك ما والو قلت برك سمحي. بونجور تو الموند. واش تي ثاني ما رحتيش لا مينيستير؟ خير والله غير مليحة قعدوا شوية في دياركم تلهيو شوية براجلتكم. لا 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 خالتي داوية انا هو يتهلا فيا وكما تعرفيني انا حاجه كبيره في لو مينيستير دونك كي تنفح لي انا نروح نروح. عاد هكا قلت لك شوفي خدمه خويا شفتي له هكا لي دوموند راهو عليه يا ودي ما كان والو. هذه ما بنيتي عندها الحق وعليه يعني خوها ويشو مسكينه لقيو لي خدمه عليه. واش حبيتيني نلقى له وليه اجون دو سيكوريتي راهم هكا في المينيستير اون بلوس هادو ما يصلح لهاش. صح صح نقول لك من جهه ثانيه والله غير عندك الحق واحد الجهل واحد دوب الفاس تفهمي له والو. صح انا ندخل نرقد خلي سليمه هو قراصت سليمه راكي كي انتي كي خوك والله ما تصلحوا لوالو تران والله والله هاد لي مبل ولا انتي سيانتيفيك. واش يا مرا كاش قهوه؟